البداية كانت أمي وأبوي، لو أبويا لا، جدايا وأمي والكل كانوا يؤمنوا بالسليم، وأنا ما كنتش نؤمن بالسليم. كانت يهودية، كان يقولوا لها ميسا كوهين، كانت تقول اليهود اللي مرض لحاجة تقول لهم تم هذاك تعطيهم كي وكي ويبراو. إي مامينا بيلوهيم، كانت سكنايزي شاتو فايتان، كانوا بزايد يعرفوا. كانت حتى واحدة يقول لها راحيل ميمون، راحيل لابي، راحيل لابي بن دودة سليمة شلي، كانت حتى هي تعرف، كانت هي تكتب لليهود ويجيو المسلمين يعطيوها كراهة، يقول لها بالمعروف عاونينا تكتب لهم غادي. ايه كانت تكتب لهم ويبراو. ايه مرة كان واحد يهودي، أبا الفقير هو ما يعرفش مسكين، أبا هو خايف ربي، أنا ولده مات هنايا، يقولوا له سيتو ساسي ساسي مش بحث ساسي، أزوا أصله من غالي من غريان أصله، أزوا كان يكتب للمسلمين. أز مرة كتب للمسلمين ولات حبلة 12 عام ما جابت صغار، وإن جات حب تولد جات حتموت. أز ناداو عليه قالوا له أنا، قالوا لي في الفندق، قالوا لي مشي نادي عليه قول له يجي. زيت قلت له تعالى، قالك يحبوك. مشى المسلمين قال من نهار جمعة اليوم، قالوا له تروح قبل الليل نوصلوك ما تخافش. كان الساعة 10 هكا بايرخ، رفعوا 11 كيلومتر، هو وصل للشعر ويا ولد زوز توا ما جابت مره ما تما، كان قادوش باروخ عطاوه غادي تمر، وعطاوه رطب، وعطاوه خوخ، وعطاوه فلوس، وعطاوه عباوه بالدنيا، ووصلوا حتى وصلوا الخمس مشاو معاه. مره كان عندي خو يقولوا له تاتو سميه، كان عمره عامين، كان يمشي اصغر مني هو، كان يقولوا له تاتو. ثم واحد جاء الحوشنا، أول ولد بال البول متاعه جات بعيدة هكي، قال له يا عصب يا بابا يا رب رب والله الحمار ما يبول كيفه، الحمار ما يبول كيفه. بعد تلك أيام مات. ثم كان الله في الدنيا وخافوا عليه وما داروش، بويا قال له لا ما ديري شيء ما تخافيش. مات بعد تلت ايام، مات من عينارة بعيد علينا. يش يديروا خمسة، يش كاين اللي يديروا واحد هذا عزيز زي ما هذا اللي قلت لك عليه صحباته ميمون، اللي كان يدير الخمسات وكان يدير الكل من نحوشت، كان يعمل كان يبيعوا فيهم بالفلوس، كان يشلوا فيهم، كان يعملوا خمسة يعني، كان يعلقوهم هنا ما يخافوش، ما عادش يزيد شيء، بل يتحشموا تما ناس يتحشموا ما يقدروش يديروا. يقولوا بعد علينا العين راع، بعد علينا الهم، بعد علينا اولاد الحرام، كاين يعني ترحيك ما علينا بني الرشعيم. نسيت كانوا يديروا حوت هنا، كان يعلقوهم اخوان عندي نتاع المراه، يقولوا الحوت هذا احنا على سمينا الخميسه، علاش يقولوا لنا خميسه؟ قلت لبويا علاش يقولوا لنا خميسه؟ قال لي نشد جداك كلها، نشد زهره، قلت لها كان يقولوا لها زهره بس امشي لها هذه. قلت لها جدايا كيف للدقيم، قلت لها كيف يقولوا خمسه والحوت ويديروا يعلقوا الحوت بالواحد بالنحاس يعلقوهم؟ قالت لي عزي علاش جدانا اسمها علاش يقولوا له خميسة؟ شو الاسم هذا؟ قالت لي قالك كانوا الكل يموتوا بعين راع، ماتوا لهم ست اولاد، سماو ست اولاد وبنت ماتوا لهم، سماوهم خميسة، الاول سماوه خميسة، من وقت سماوه خميسة، في جلعدو، في جلعدو، في وجه العدو يعني بعين شلاويب. كان حتى احنا نقولوا في جلعدو، تقول شرينا في جلعدو، نلاخ نشري لها في جلعدو، نمشي